المبحث الأول في هذه القصة هو الزواج من واحدة روسية ملونة. فمفهوم الملونة بيختلف، يعني في ناس شايفة مثلا إن العيون الخضراء ألوان، العيون مثلا العسل الفاتح ملونة، شعرها بني فاتح أصفر كده ملون، فبيدور على الألوان دي، مش عايز حد يكون عين سودا وشعر أسود وما تكونش خمرية أو مش بيضة. ففي ناس بتبحث عن الزواج من واحدة مثلا ما تكونش روسية، تكون من الأعراق الأخرى، مولدوفا مثلا، أرمينيا، بس يكون عينيها ملونة. يعني هو عايز أي لون غير الأسود والأسود في الشعر والعين. طيب أنا حابب أقول لك إن أصلا الروس عندهم اللون العيون الملونة مش هي الأغلبية قوي، يعني مثلا ما اقدرش اديك نسبة لان ما اعرفش قد ايه، ولكن في مش في سمر او خمرية او برونات كده او برونز، اللون البرونز ده مش بتلاقيه موجود في الشارع، هي مش جاية من مصيف ولا حاجة، بس ده لونها في عناصر واعراق ضخت جوه روسيا، فبتلاقي اللون الابيض مش موجود كتير قوي زي ما انت فاكر، مش كلهم بيض، مش كلهم شعرهم اصفر، مش كلهم شعرهم بني فاتح، الدنيا يعني مختلفة فيها ألوان كتير. فممكن في بعض الأحيان الناس يقول لي أنا في مدينة بدرس مثلا تامبوف ولا فولجا جراد، بيقول ما أنا مستغرب إن في نسبة من البنات اللي هم مش بيض أو شعرهم أسود، الشعر الأصفر قليل جدا. واحد عايش في راستوف برضو نادونو يقول لك أنا البنات معظمهم هنا شعرهم أسود وما فيش شعر ملون. صدقني هو ده طبيعي في كل مدن روسيا الصح، يعني انك تلاقي 50% على الاقل شعرهم اسود، لان ده الخليط الروسي، ده الشعب الروسي كده، اللي شعرهم اصفر تقريبا 50%، ما اقدرش اديك رقم بالظبط بس يعني النص والنص. ممكن ده الاصل، يعني الاصل في الامور نص ونص، لكن ممكن تلاقي طبعا بنات كتير من اللي شعرهم اسود صابين شعرهم اصفر، الصبغه مش غاليه قوي، يعني ناس كتير بتصبغ شعرها اسود، قصدي اصفر، يكون شعرها اسود الاصلي وتلون شعرها اصفر، فخلاص انت اذا كان مشكلتك في اللون الصبغه هي موجوده. البيض كتير اكتريه نقدر نقول، ولكن السمر موجودين برضو كتير مش قليلين خالص، فاللون الابيض موجود بكثره. ولكن لو انت مشكلتك في الشعر والعينين، تعالى نتكلم في الجزئيه دي، المبحث التاني بقى العينين والعدسات. انت ممكن تبقى شغال في مطعم، في كافيه، في اي مكان، وتلاقي معاك زملاء في العمل واحدة منهم مثلا شكلها مسمر كده بس عينيها رمادي أو زرقاء، تقول لها عينك دي أصلي؟ ممكن تقول لك لا ده أنا لابسة عدسات، مش هتخبي يعني، لأن العدسات رخيصة وبتتباع في حتت كتيرة، حتى يعني اللي عارف الكيوسك الأوتوماتيكي اللي هو بتضغط كود وتدخل الفلوس فينزل لك مثلا إزازة بيبسي أو إزازة مية أو إزازة عصير، او مثلا شاحن ايفون او كده، في برضو عدسات لاصقة زرقاء بتتباع في حاجات زي كده، بتدوس برضو الكود وبتاع ده بتتباع مع الحاجات مع الشاحن مع الكلام ده، عايز عدسات زرقاء اشتري عدسات زرقاء وحط عدسات زرقاء، وعلى فكرة صافية جدا، الناس هتشوف عينك زرقاء زرقاء. في درجات الازرق، في ناس بتشوف اللي هو اللون الرمادي او الاخضر الفاتح او السنجابي بيفتكر ان ده ازرق، او الرمادي اللي هو رايح على فاتح كده يقول لك اللون ده ازرق، فيه هو مش عمى الوان بس ده تعود ان هو فاكره ان ده ازرق بس عشان الاضاءه بس، لكن اللون الاخضر كتير موجود، اللون الرمادي كتير موجود، الازرق هو اللي اقليه. دايما في الافلام حتى في السينما الروسيه بيحاولوا دايما يستعينوا بممثلين عينهم زرقاء او ممثل عينه مش زرقاء او ممثله جديده ناشئه لسه الناس ما تعرفهاش، وتحط عدسات زرقاء في الاول علشان برضو تخش السينما، يعني اللون الازرق مهم جدا في السينما الروسيه علشان تكونوا عارفين. وشوف الافلام الروسيه بنفسك عشان تشوف الموضوع ده، إذا كانتش الممثلة بالذات يعني عينها زرقاء أصلي أو خضراء قوي فاتحة قوي بتلبس عدسات زرقاء. طبعا مش كل الممثلات بتبقى عينيهم زرقاء يعني، بس بيحرصوا دايما في حتى اللون اللي هو موف بيبقى مش أزرق بصراحة على موف كده، في ألوان معينة يعني بتبقى بتطلع ترند وبيعملوها. فلو عايز تتجوز واحدة عينها زرقاء ممكن تقول لها اشتري عدسات، يعني لو مشكلتك في اللون. لذلك أقول لكم اهتموا بالأخلاق أكتر من الألوان، لأن الألوان ممكن تشترى وتصطنع، عايز واحدة تعمل لك شعرها قصير طويل مكرلل مورلل أي حاجة بأي لون، العينين أي لون، الحواجب بتترسم، كل حاجة بتتغير.
وفي الاخر بيطلع لك الشكل او اللون اللي انت عايزه، لو هو ده الشكل. لكن المهم عندي انا في رؤيتي، طبعا ما اقدرش املي عليك حاجه، ولكن في رؤيتي ان الوجنتين بالوش يعني لو مقبول بالنسبه لك، الشكل مسمسم كده بيور من غير الوان مريحك، تمام. اتجوز على شكل الجسم والبادي والوجه مريحك، بيسعدك اما تنظر اليها، وبعد كده حط بقى الوان لون زي ما انت عايز خلاص. لكن الشكل في البيور في الاصل كده، اما تغسل وشها كده وتمرش كويس جدا، بيطلع الشكل مقبول ليك ولا لا؟ ممكن واحدة ملونة وكل حاجة، ولكن لو غسلت وشها ولمت شعرها كده وبصيت على شكل الجمجمة ما يعجبكش، ممكن يكون غير مقبول بالنسبة لك. فلذلك نصيحتي ليك، ما تبصش للالوان قوي. ودي المذهب او الجزء الثالث بتاع الحلقة النهاردة. انا بنصح احيانا بعض الناس في بعض الحالات اللي هو مصر عايز واحدة متدينة او واحدة تكون مسلمة او واحدة عارفة الاسلام، طب ما تتجوز واحدة من اوزبكستان ولا من طاجيكستان او الدول او اذربيجان اللي هي جت روسيا وخدت الجنسية، واحدة مجنسة يعني. وبرضو الالوان في ايدينا، لو انت عايز واحدة بيضة وشعرها اصفر وعينيها زرقاء، الالوان ممكن تتجاب عادي. لو عينها خضراء ما تزعلش، برضو اللون الاخضر جميل. لو عينها سنجابي برضو ده يعني لون نادر. في الوان جميلة في العيون، والاعراق الكتيرة اللي في روسيا وتزاوجها من بعض بيطلع عناصر جديدة جميلة جدا. يعني الشكل الصيني او الياباني الناس كتيرة كانت بتكرهه، بس لما شافوه في روسيا اعجبوا بيه جدا وقالوا لا، يعني الشكل الصيني او الياباني ده فيه جمال اهو يعني يبان. ليه؟ لانهم تزاوجوا مع روس، مع تتار، مع باشكورد، مع مارييل، مع اودمورت، مع تشوفاش، مع كيرجيز، مع شيشان، مع لزجين، مع افار، مع جروزين، مع اسيتيين، خلطوا على بعض وطلعوا منتج كويس محترم جديد. وده يعني حكمة ربنا في خلق الكون وخلق البشر مختلفين، عشان التزاوج بينهم يطلع منتج جديد جميل يروق للناظرين سواء راجل او ست. الحلقة خلصت. يا رب تكون المعلومة اللي قلتها النهاردة فائدة عليك وليك، ويا رب تتجوز حد على كيفك ان شاء الله. سبحانك اللهم، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نهاية الحلقة، نشوفكم على خير في حلقات تانية. السلام عليكم.